شكون فينا اللي ما يحبش السينما؟ سوبرمان يقدر يطير، إيل كيت نيرفا، وهذا شجرة. وأنا نسمع الأفكار. جيت لقناة الشروق، حبيت نقدم برنامج. موظف الاستقبال قال لي معني أخويا، أنت ما عندك حتى علاقة مع الشروق، وش حابين نجي ديرها؟ قبل ما يكمل هدرت وعرفت باللي حاب يقول لي وموا عندك رونديفو. بصح عندي رونديفو. أوكي خويا تفضل. بفضل القوة الخارقة تاعي قدرت نتجاوز موظف الاستقبال بكل سهولة، وأنا تالما بزاف قوي الباب وفهمته. بعد ما دخلت المقر القناة وجهوني مباشرة رئيسة التحرير، رحبت بيا وعطيتها الاقتراحات. وهذه النتيجة. أنا ضياء الدين وهذه سيلين. مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سيليما. تحدثنا في العدد السابق عن مسلسل وينزداي، تحدثنا عن مقدمة لهذا المسلسل، عرفناكم على العالم، عن تاريخ عائلة أدمز في السينما الأمريكية، واليوم سنتحدث عن تفاصيل هذا المسلسل. سنتحدث عن وينزداي، عن حياتها، عن صراعاتها، وعن الكثير من التفاصيل، حتى النقد وما يوجد بين السطور في هذه السلسلة. إذن إلى ذلك، أنا ضياء الدين وهذه سيليما. إذن في المسلسل تطرد وينزداي من مدرستها لهذه الجريمة. هناك من تنمر على أخيها وحبسه في هذه الخزانة، ولكن وينزداي لم تسكت، ذهبت لتنتقم لأخيها. وبينما يسبح المتنمرون في مسبح الجامعة أو الكلية، رمت عليهم وينزداي هذه الأسماك وانتقمت لأخيها، فجاءها الطرد من المدرسة. ولأن وينزداي طردت من العديد من المدارس، فتأخذها أمها ووالدها إلى مدرسة نيفرمور والتي درس فيها سابقا. هنا وينزداي ترفض ذلك وتتحدى الجميع وتوقن أنها ستتغلب على المدرسة وأنها ستفوز في هذه المعركة أيضا. إذا تبعتم في الأعداد التي تحدثنا فيها عن السيناريو، تحدثنا عن نقاط التحول في حبكة وصناعة حبكة الأفلام والمسلسلات. هنا ما حدث لوينزداي عندما انتقمت لأخيها هو الحدث الملهم، وما حدث لها عندما انطلقت إلى مدرسة نيفرمور وتحولت إليها دراسيا فهذا الكشف، هي أنها تكشف عن عالم جديد، تكشف عن عالم لم تختبره، ولكن أمها ووالدها يعرفان هذا العالم جيدا. سكان هذا العالم وهي المدرسة تعرفت عليهم وينزداي من خلال هذه الرحلة التي أخذتها فيها شركتها في السكن. فهؤلاء مثلاً مصاصو دماء، فهؤلاء مثلاً ساحرات، وهؤلاء متنبئون، والأنواع تختلف داخل هذه المدرسة، ولكن رغم اختلافهم فإنهم يتحدون جميعاً تحت مصطلح المنبوذون، فهم مجموعة من الطلبة الذين يرفضهم المجتمع. شخصية وينزداي، هذه الفتاة التي تشاهدها الآن، هي الفتاة الذكية جدا، صلبة الملامح، ساخرة، تسخر من كل من يرى نفسه أفقيا، أو تسخر من كل من يرى نفسه استعلائيا ويمكنه التغلب عليها. هذه الفتاة سوداوية المزاج، فلا تبتسم في سلسلتها كلها إلا مرة أو اثنتين لدواعي الحب على الهامش. أيضا هذه الفتاة يمكنها كشف خدع الكبار بسهولة، كما كشفت خدعة هذه السيدة مديرة المدرسة. لا تتقبل وينزداي المدح الزائد، وهذا كان السبب الرئيسي في الخلافات بينها وبين زميلتها في السكن. وينزداي أيضا هي الفتاة التي تبحث في داخلها عن الحقيقة. نعود إلى نقاط التحول التي تحدثنا عنها في أعداد السيناريو، وهذه نقطة تحول أخرى. تتعرف وينزداي على وحش ينقذها من ابن المحقق في المدينة، وحش كامل متكامل بهيئة مرعبة، فتبحث
وينزداي عن حقيقته، ولا يصدقها أحد بأن هنالك وحش في محيط المدرسة. والمحقق رغم أنه لا يصدق وينزداي إلا أنه في داخله يؤمن بوجود شيء ما شرير يهدد هذه المدرسة ومخارجها. لن أحرق عليك الأحداث، المهم أن وينزداي ستبحث في الموضوع والمحقق سيبحث في الموضوع وستسير الأحداث بخلاف توقعاتك. في سلسلة وينزداي ذهب الجميع إلى التيك توك واستعملوا المكياج وجسدوا شخصية نجحت في هذه السلسلة، جسدوا ثينك أي شيء، شخصية تمثل الأليف لدى العائلة والذي ترسله العائلة لمراقبة وينزداي وللتجسس والتلصص عليها، لكنه يحول ولاءه تجاهها عندما تهدده بالسكين. إنها يد، هذه اليد التي تشاهدها مستقلة بذاتها، كائن متكامل يمكنه فعل كل شيء لوحده، لديه إدراكه الخاص وسائل تواصله ولغته التي تفهمها وينزداي جيدا. والغريب في الأمر أننا أيضا فهمنا رسائله وتواصلنا معه من خلف زجاج شاشتنا. الآن نتحدث قليلا عن كواليس صناعة هذا الشيء، هذه اليد، من خلال استخدام تقنيات الفيافيكس، ومن هو الذي يحرك هذه اليد في الخفاء، وهل مثل سابقا أم لا. لنتحدث قليلا عن ثينك في سينما. كان هذا ثينك، وأظن أننا سنشاهد ثينك في أعمال أخرى، وأظن أن أفكارا ستقتبس من يد ثينك وسنشاهدها في 2023، لأن نتفليكس لها سرعة رهيبة في إنتاج أعمال سينمائية. لنذهب إذن إلى أسباب نجاح هذا المسلسل الذي أحدثك عنه منذ الأسبوع السابق. وينزداي خاطب جميع الأجيال. وينزداي يمكنك مشاهدته رفقة أمك أو أبيك أو ابنك. وينزداي لا يحتوي على مشاهد المثلية، لا يحتوي على الإسلاموفوبيا، لا يحتوي على العنصرية ضد أي أقلية مهما كانت عرقية أو لونية أو وطنية أو دينية أو إلى غيرها. لا يحتوي وينزداي على فروقات بين الناس، لا يجسد شخصية الأمريكي المتسلط الذي يمكن أن ينقذ العالم مثل ما يفعل كابتن أمريكا وسوبرمان مثلا. وينزداي لا يمارس تسويق الأفكار التي تعارض الطبيعة البشرية مثل ما شاهدنا في العديد من الأفلام التي جسدت هذه الأفكار دون ذكرها لكي لا نسوق لها. ولكن وينزداي رغم أنه كما قلنا تحدث مع جميع الأعمار والأجيال، إلا أن وينزداي المسلسل تمكن من الدخول إلى تيك توك، تسلل إلى إنستغرام، عرف طريق الخوارزميات بدقة، فشاهدنا الجميع يتوجه مباشرة إلى صناعة الترند، سواء من خلال ثينك، سواء من خلال شخصية وينزداي، سواء من خلال الألوان والأسود والظلال، سواء من خلال ألوان الديكور نفسها. التيك توك والإنستغرام عبئوا وملئوا بهذه المشاهد، ودائما نجد اسم وينزداي في الهاشتاغات. هذه الطفلة التي هي في الأساس ممثلة في 21 من العمر أصبحت هي الترند، أصبحت هي الشخصية التي يحبها المراهقون وتحبها بل تعشقها المراهقات. هي من تحدت بيلي آيليش ربما في النجاح، فأصبحت هذه الشخصية الجديدة التي تصدر الكآبة والسوداوية إلى المراهقين، فيستعملون حتى ألوان الأظافر السوداء، يستعملون مكياجها، ذلك الفستان الذي اقتنته في هذا المشهد تردداً، ونجحت في هذه الرقصة التي أصبحت هي الترند رقم واحد في التيك توك والإنستغرام عالمياً، فجسدها الجميع. ويقال أن هذه الرقصة أيضاً من إبداعها اللحظي، ربما توجد أيضاً فيديوهات تثبت عكس هذا. فأدمز فاميلي سابقاً كانت فيه رقصة بنفس الموسيقى ربما أو نفس النوتات وبحركات تشابه هذه الحركات. بين سطور المسلسل عالج هذه الفكرة، عالج فكرة العنصرية والعنصرية المضادة، فمن يوجد خارج نيفرمور يمارس العنصرية عليهم مثل هؤلاء الأطفال الذين من بينهم من هو ابن العمدة أصلاً، فمارسوا العنصرية عليهم وبلغ بهم الحد إلى
هذه الفعلة في الحفل السنوي ودمروه غيرة أو عنصرية أو مهما كان السبب، فهم بهذا مارسوا عنصريتهم. ولكن رغم هذه العنصرية جسد العمل أيضا عنصرية مضادة، فنجد المنبوذون يمارسون عنصريتهم ضد الآخرين، يمارسون عنصريتهم ضد من يسمونهم بالعاديون، فنجد من يصادق من من المنبوذين عاديا يوصف بالصفة الشينة والصفة السيئة بينهم. جينا أورتيغا هذه الممثلة التي لم نسمع عنها سابقا حولها المسلسل إلى ممثلة شهيرة عالميا، فنجدها في هذا الحوار في هذا الحوار في هذا الحوار وفي هذا الحوار في الوكالة العالمية. يبقى هذا المسلسل رغم ما يوجد فيه من سلبيات إلا أنه نجح في تركيبة كاملة في الوصول إلى قلوب المشاهدين، ونحن هنا نصل إلى ختام هذا العدد معكم مشاهدين. ربما سنلتقي في العدد القادم مع مسلسل آخر اقترحوه لنا أو فيلما اقترحوه لنا إذا كنتم على موقع التواصل الاجتماعي في تيك توك، أو إذا كنت تشاهدني على التلفاز فتوجه إلى موقع التواصل الاجتماعي وتواصل معنا من خلال التعليقات. وإلى ذلك تذكر أنه عندما تشاهد السينما السر في التفاصيل. سلام.